بنقول إنه دولتنا دولة قانون، لا يوجد أحد فوق القانون، من يرتكب أي خطأ أو أي مخالفة تقع تحت طائلة القانون، بتقدم فورا لجهات التحقيق وبتقدم للنيابة وبتقدم للمحاكمة، وإنه أفراد الشرطة وضباط الشرطة جميعا ليس فوق القانون، وضابط الشرطة أو فرد الشرطة فهو شأنه شأن أي مواطن عندما يرتكب أي جريمة أو يرتكب أي عمل يقع تحت طائلة القانون، بيقدم فورا لجهات التحقيق وبيقدم للنيابة العامة وبيحاكم. ونحن بنرسي دولة جديدة بتقوم على تنفيذ القانون على الجميع، والإعلاء من شأنه وشأن تقديم كل من يخالف القانون، وهذا أمر واضح وسياسة واضحة وحاسمة وحازمة بالنسبة للوزارة، أن يقدم أي مخالف سواء مهما كان موقعه بيقدم لجهات التحقيق في حالة ارتكابه أي عمل يقع تحت طائلة القانون. بنوصل رسالة للمواطنين جميعا إن احنا حريصين على أمنهم وحريصين على الحفاظ على كرامتهم وحريصين على التصدي لكل من يحاول أن يعتدي على مواطن بأي وسيلة من الوسائل، أن يقدم فورا للمحاكمة ويقدم إلى جهات التحقيق لتطبيق القانون عليه. كمان الحقيقة وزير الداخلية في كلامه النهاردة بعد الحادث قال ان اي فعل بيرتكبه بعض من امناء الشرطة يجب الا يندرج على باقي رجال الشرطة، بيقدموا تضحيات عظيمة الحقيقة بصفة مستمرة، وقال ان الوزارة حريصة على تنقية نفسها بنفسها ومحاسبة كل مخطئ ومعاقبة كل مخالف. والحقيقة في المقطع اللي شفناه كان الوزير بيتكلم على القانون وعلى دولة القانون ومصر دولة قانون، واستشهد ان الدولة المصرية قدمت وقبضت على وزير زراعة اتهم بالفساد عفوا حلقت القوات الأمنية القبض عليه وحكم عليه بعشر سنين سجن، وان اي امين شرطة واي شخص اخر سيحاسب زي اي مواطن، والوزارة بتبادر بتقديم المتهمين لجهات التحقيق. وزير الداخلية قال كمان الحقيقة ان قانون هيئة الشرطة الجديد في بنود الوضع اطر محددة وقوية بترسخ للعلاقة ما بين قوات الامن وما بين المواطنين، فيما تتخذ الوزارة العديد من الخطوات لاعادة صياغة هذه العلاقة. نتمنى الحقيقة انها تكلل بالنجاح، لان اي خطأ حقيقة يعني ما في تضحيات لرجال الشرطة في عودة الأمن بشكل ملموس جدا، كلنا بنلمسه أداء مختلف، ولكن في النهاية هذه الأمور وصغائر الأمور الحقيقة اللي بيقوم بيها بعض أمناء الشرطة أو بعض ممن ينتسبوا لهيئة الشرطة في انفعال، ولأن هذا الانفعال أو سلوك الحقيقة يعني سيء يمكن التغاضي عنه. ايه يعني لو كان حاسب سواق العربيه نص نقل ولا ايه، لو كان دفع ثمن الشاي والسجاير اللي شربهم، ولكن في النهايه هذا التصرف بيؤدي في النهايه الى جريمه، وهذه الجريمه للاسف بتسيء في النهايه وبتلقي بالتراب على المجهودات اللي بيقوم بها رجال الشرطه. نروح الحقيقة لخبر آخر. الحقيقة خبر آخر، وزارة التربية والتعليم النهاردة أنذرت أو وجهت إنذار ل 27 مدرسة دولية لإزالة مخالفاتها اللي تمثلت في زيادة للمصروفات وزيادة في كثافة الفصول وعدم الحصول على تصريح عمل لبعض الأجانب اللي في هذه المدارس، ووضع عدد من المدارس تحت الإشراف المالي والإداري عشان خالفت قرارات الوزارة. كمان في مدارس تانية كان فيها تحرش، وشفنا أكثر من قضية تحرش طالت عدد من المدارس في الفترة الأخيرة. هنشوف الحقيقة تعقيب على كل هذه الأمور من ضيفنا العزيز الأستاذ بشير حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ بشير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عمرو، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. نبدأ الأول بقرارات الإنذار، ممكن نعرف إيه الموضوع، لأن بعد كده عندنا الغلق، يعني الإنذار ده تم ليه وإيه هي أهم هذه المدارس؟ خليني يعني اقول لحضرتك بدايه انه التعليم الخاص ركيزه اساسيه في منظومه التعليم في مصر. ودور التعليم الخاص مهم جدا بالنسبه للتعليم لمنظومه التعليم في مصر. لكن مع انه كذلك، لكنه ليس بمنأى عن العقاب والثواب. تمام. بعض المدارس في الفتره الاخيره كانت ليها سلوكيات ضد توجيهات الوزارة، ضد قرارات السيد الوزير، فكان لازم من إنذار.
ال 27 مدرسه اللي راح لهم انذار فيها مخالفات، بعض المخالفات الاداريه والماليه، يمكن شكاوى كتير جت حتى على شاشه السي بي سي من انهم بيروحوا اولياء الامور بيروحوا يقدموا لابنائهم في المدارس وبيدفعوا بالدولار، او مطلوب منهم ان هم يدفعوا بالدولار، ده مخالف لقرارات السيد الوزير. كمان بعض اولياء الامور بيروحوا يملوا ابلكيشن وبتضيع لهم الفلوس، لا بيستردوا فلوسهم ولا ابنائهم بيقبلوا في هذه المدارس. بعض اولياء الامور بيروحوا يتحطوا في كثافه داخل الفصل اكبر من المقرر لهذه الفصول، الفصل فيه 25 طالب او 20 طالب بيروح يلاقي 40 طالب. بعض المدارس بتستقطب مدرسين من الخارج دون استخراج تصاريح عمل لهم من الوزاره. صحيح. بعض المدارس، بعض هذه المدارس ايضا مش موجود فيها كاميرات، مش موجود فيها امن كما يجب، مش موجود فيها عمال كما يجب، عماله كما يجب. طيب فبالتالي وجهتوا الانذارات ل 27 مدرسه. لذلك تم توجيه انذارات لل 27 مدرسه. طب ماذا لو لم يتم يا فندم الاستجابه لهذه الانذارات من الوزاره؟ هيكون التصرف ايه؟ بيكون التصرف زي الست مدارس، زي اللي حصل للست مدارس، بيوضعوا تحت الاشراف المالي والاداري للوزاره. يتحطوا تحت الاشراف المالي والاداري. لحين تعديل امورهم بعد كده، والعوده عن العوده للصواب وتنفيذ قرارات الوزاره. اللي اتحطوا تحت الاشراف المالي والاداري للوزاره هم الشويفات في القاهره الجديده والامريكيه القاهره الجديده، النسور بكرداسه، تراست بكرداسه، ابن سينا، ابو النمرس، المصريه المتكامله في العاشر من رمضان، مش كده يا فندم؟ تمام يا فندم. دول راح لهم انذار مره واثنين وثلاثه ولم يستجيبوا، وما صلحوش الوزاره وما صلحوش، فبيوضعوا تحت الاشراف المالي والاداري. يعني الاداره اداره المدرسه زي ما هي، لكن الاداره عليها اداره ثانيه من وزاره التربيه والتعليم، والفلوس الاموال اللي موجوده في حسابات هذه المدارس في البنوك لا تصرف الا باذن من وزاره التربيه والتعليم. كويس. طيب الحقيقه بعض اولياء الامور بيواجهوا مشاكل زي كده، ولكن ما بيبقوش عارفين يبلغوا فين. المدارس الحقيقه المصاريف بتتضاعف، يعني السنه دي عن ثلاث سنين فاتت زادت حوالي 50% ويمكن اكتر، فالناس ما بتعرفش تشتكي فين. ممكن حضرتك تقول لاولياء الامور اللي اولادهم حاليا في مدارس او اللي بيستعدوا للتقديم والناس خلاص بتقدم اليومين دول، لو واجهوا اي مشكله يروحوا فين يا استاذ بشير؟ استاذ عمرو، عندنا اكتر من اليه للتواصل مع وزاره التربيه والتعليم. اولا يعني من خلال برامج كتير جدا اللي بدات دلوقتي اصبحت مصدر اساسي من مصادر وزاره التربيه والتعليم للتواصل مع اولياء الامور وحل العديد من المشاكل. عندنا 19126، ده الرقم الساخن عليه 20 خط ممكن يتصلوا في اي وقت. عندنا في حد بيرد اهم حاجه؟ اكيد برد. طيب. اكيد برد. طيب. عندنا مكتب خدمه المواطنين شغال 12 ساعه في اليوم ارجو التواصل من خلاله. طيب. تليفوناتي موجوده مع الجميع، تليفون الوزير نفسه موجود مع الجميع. الحاجز اللي بين الوزير وبين اي وزير، مش وزير التربيه والتعليم، وبين المواطنين انكسر يا استاذ عمرو. دلوقتي بقى في لقاءات دوريه مع اولياء الامور ومع المواطنين، فمفيش حاجه بمنقع عن اولياء الامور دلوقتي. تمام. لكن خلينا ارجع للثلاث مدارس اللي حضرتك ذكرتهم الغلط اللي لهم انذار. هذه المدارس الثلاثه بدات العمل قبل الحصول على تصريح عمل من وزاره التربيه والتعليم. دول هم الثلاثه اللي تم اغلاقهم يا فندم. ايوه. دي المدرسه الالمانيه في الاقصر، والقاده في كرداسه، واليابلس في اسكندريه. تمام يا فندم. دول بداوا العمل قبل الحصول على تصريح من وزاره التربيه والتعليم، قبل الحصول على وقبل استكمال ملفاتهم الخاصه بالتشغيل. خليني اقول لحضرتك كمان، منظومه التعليم الخاص او اداره التعليم الخاص داخل وزاره التربيه والتعليم في الفتره الاخيره مع تولي الدكتور الهلال الشربيني حقيبه التربيه والتعليم تقريبا اتغيرت بنسبه 80%. استبعد بعض الشخصيات وتم ترقية شخصيات اخرى واختيار شخصيات اخرى لمنظومه التعليم الخاص. خليني اروح لمدرسه، المدرسه اللي حضرتك ذكرتها، مدرسه الفيوتشر، وحادث الاغتصاب اللي حصل فيها. المتهم اغتصاب طفل احيل الى النيابه، خد 4 ايام على ذمه القضيه وتم التجديد له 15 يوم اخرى. في الحالات اللي زي دي يا استاذ عمرو القانون بياخد مجراه، النيابه بتاخد مجراها، المحكمه القضيه داخل المحكمه، الوزاره في التوقيت ده توقف كل من يعمل، اذا كان مدرس بتوقفه عن العمل نهائيا لحين انتهاء التحقيقات، و
بتروح لجنه، يعني تم تشكيل لجنه، راحت اللجنه 3 مرات هذه المدرسه مدرسه الفيوتشر ورفضت بعض المخالفات الاداريه في هذه المدرسه. لكن فيما يخص بموضوع الاغتصاب على الوزاره ان هي بتنتظر لحين الحكم في القضيه، بعد الحكم في القضيه الوزاره بتبدا تاخد اجراءات تانية خالص، لان احنا دوله مؤسسات ولازم نحترم القانون. طيب نستنى فكره الوقايه، يعني دور الوزاره هنا في الوقايه، ان ما نستناش لما حد من اولادنا يتعرض لهذا التصرف المخزي المشين، ولكن دور الوزاره في الوقايه. فانت كنت بتشددوا على وجود امن كافي، وجود مراقبه كافيه، وجود مشرفات كافيات. يعني هقول لحضرتك احدى المدارس الكبيره مثلا تم تحرش بطفل عنده 4 سنين في باص المدرسه من ولد عنده ولد في ثالثه اعدادي راكب معاه في نفس الباص، تخيل يا فندم، وما فيش مشرف. استاذ عمرو حضرتك بتتعامل مع 19 والناس اتكسفوا ان هم يبلغوا. حضرتك بتتعامل مع 19.5 مليون طالب وبتتعامل مع 2 مليون مدرس واداري. يعني تعداد دولتين. فطبيعي جدا، لان احنا مش في مجتمع ملائكه، طبيعي ان انت هتلاقي يعني بعض هذه التصرفات. وخليني خلينا نقر ونعترف ان العلاقه بين الطالب والمدرس وبين حتى المدرس ولي الامر شبه ما شبه في الفتره الاخيره. ولذلك التطوير المنظومه التعليميه 11 محور شغالين بالتوازي، يعني السيد وزير التربيه والتعليم التطوير شغال بالتوازي، ومنها هذه السلوكيات الغريبه على المجتمع المصري. يمكن لاول مره قوافل من اساتذه متخصصين هتزور بعض المدارس للتوعيه كويس. من عمليات التحرش الجنسي وما الى ذلك من تصرفات غريبه على المجتمع المصري. جيد جدا، اشكرك جزيل الشكر واسف جدا للاطاله. استاذ بشير حسن المتحدث الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم. نخرج لتقرير نشوف مبادره تحيا مصر لتطوير العشوائيات وانجاز جديد وضاف في هذا الاطار. هكذا بدأت خطوات هدم منطقة العسال في شبرا لتبدأ مرحلة التطوير ضمن برنامج تطوير العشوائيات لصندوق تحيا مصر. بمجرد زيارتك لها تشعر بأنك خارج إطار الحياة، فالعسال منطقة عشوائية يعيش سكانها حياة غير آدمية، في منازل معظمها آين للسقوط ومحرومة من كل الخدمات المعيشية تقريبا. على طول المجاري تبقى مسدودة والبيوت بترشح على بعضيها والكلام ده كله. واكترية البيوت عندنا هنا كانت خشب وعروق ومباني قديمة. بيوت اتهدت ايام الزلزال، سيادتك وقعت وباظت، والناس خدت الشقق بره وبتاع، واللي موجود موجود في منطقة عشوائية متعرض حالات ألف المواطنين للخطر. 70 منزلا تضم حوالي 700 فرد يتم هدمها وإعادة بنائها بشكل هندسي ومعماري سليم، فضلا عن تطوير وترميم عشرات أخرى. حاسة براحة نفسية جدا. والله بصراحة يعني مش توضيب أي توضيب، ده توضيب جميل يعني بصراحة. مباني معمولة بنظام حديث غير خاضع للأزاز الزلازل، لأن حيطان سميكة ومعمولة بالخشب على أساس مقاومة الزلازل ومقاومة الرطوبة. في غضون 6 أشهر قادمة ستنتهي شركة المقاولين العرب من المشروع ليوفر للمئات حياة كريمة. المشروع ابتدى من يناير 2014، تم التخطيط ليه على 3 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بعدد عقارات 76 عقار وسوق متكون من 17 وحدة تجارية. حاليا من بداية شهر مارس ابتدينا في المرحلة الثالثة، عدد عقارات 76. من منطقة عشوائية أوضاعها مأساوية إلى معيشة عصرية ومنازل وأسواق جميلة، تلك هي العسال التي كانت وفي القريب العاجل سيتغير وجهها تماما. طارق أحمد، هنا العاصمة. شيء راقي جدا وشيء جميل، نتمنى يتكرر ان شاء الله في كل المناطق العشوائية اللي بيقوم بيه تحيا مصر، تطوير المناطق العشوائية ورفع كفاءتها زي ما هو كده في منطقة العسال في شبرا. اسيب حضراتكم دلوقتي مع اعادة للقاء اللي كانت اجرته الزميلة لميس الحديدي بحضور منى شلبي، نجمة منى شلبي والمخرجة هالة خليل، فيلم منورة. بعد الفاصل المزيد حول هذا الفيلم والعمل السينمائي الرائع. Thank you.